مرحبا. انت حلو بكل حالاتك anyway. بتغزلي فيه تقريبا. سلام عليك. الغلط صار ممنوع بهالمرحلة المتقدمة من البرنامج. ولأنه الغلط ممنوع مشهد كل ما فيه جميل باستثناءكم بعتذر. أسوأ مرة في حياتكم كلكم بلا استثناء. بحس الواحد عم بيشد عم بيختنق. بدي اسمع حدا يطلع صوته نشاز يا جماعة. وبعد هالانتقادات اللازعة لابد من تلطيف الجو. وسكنوا هنا عسينا هونوا. نهين يا حياتي. الله يهدي هالحلقة من الأول. مين رح يبقى للآخر بعد ما ودعنا جوليا ووائل؟ عرب كاستينج بالحلقة النص نهائية الجمعة مباشرة بعد الأخبار على الـ MTV.